لوكس، قالت أفوكادو أنك تريد أن تلعب مجدداً. هذا رائع. أنا ألعب الآن، لكنك لن تجديني. أنا أراك، أو أظنني سأفعل. لقد وجدتني. مستعد للعب؟ طبعا سأجدك. 1، 2، 10. جاهزة أم لا؟ أنا قادم. لقد وجدتك. واو، كيف فعلت ذلك؟ جعلتك تسيرين على الطحين ثم لحقت بيسارك. خطة ذكية. ها، هذا ليس جيدا. إلى اللقاء. بودي مهلا، ماذا فعلت؟ لقد غششت. ما من طريقة لأجدها، إنها بارعة جدا في الاختباء. لكن هذا ما يميز بودي. أو لا، أفسدت لها الأمر. لا تقلق يا لوكس، إن اعتذرت منها ستسامحك بالتأكيد. هذه فكرة رائعة. بودي، أنا آسف، لم ألعب بعادل، لكنك تستخدمين جواكي لتختبئ. حسناً، جيد. اسمع، لدي فكرة. العب بعادل وأنا سوف ألعب من دون تمويه. اتفقنا؟ اتفقنا. أظن أن أحدهم يختبئ هنا. أمسكت بي صديقي. مرحباً، أيمكنني اللعب؟ أو وأنا أيضاً، أنا الأفضل في الاختباء. بالتأكيد. أجل بالطبع. ابدأ العد بودي. 1، فليختبئ الجميع. 2، 3، 4.